السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو عايزين نظبط البارامتر اللي هنحط فيه المعلومات الخاصة بكوبي، فأنا باجي هنا في المانج وبقول له أنا عايز البروجكت بارامتر. ليه البروجكت بارامتر؟ ليه ما بختارش الشيرد بارامتر؟ لأن يعني أنا عايز أحط بارامتر خاص بالعناصر كلها، يعني مثلا الوول، فبلاقي فيه مشكلة مش هيظهر معايا، مش هقدر أدخل جوه فاميلي بتاعت الوول لأن هي سيستم فاميلي. فباجي هنا بتلاقي هنا ملفات الكوبي، هي دي الملفات اللي احنا عايزينها. لو انت عايز تعمل حاجه اضافيه ممكن تقول له اد، طب انا هعدل، هقول له موديفاي، تمام. هتلاقي انها شيرت بارامتر، وهتلاقي الاسم بتاعها اهوت، نوعها تكست، وموجوده فين؟ موجوده في الكيبورد تري، موجوده في السيلينج، في الكولوم، موجوده في الكونتنت فيتنج وهكذا، تمام. يعني لما اقول له اد اختار شيرت بارامتر واقول له سيلكت وابدا اختار البارامتر اللي انا عايزه، تمام. تقدر تعمل تضيف بارامتر بالاسم اللي انت عايزه. طيب بعد كده هتبدا تختار العناصر اللي هتتوافق معاك، والبارامتر ده طيب ولا انستنس، يعني لو انا عدلت في المعلومه دي في واحد في باب مثلا، تعدل في كل الابواب ولا لا؟ طيب يبقى تعدل في كله، انستنس يبقى هتعدل في الباب ده بس. لو انا جيت عملت سيلكت على اي باب فيهم هيبدا يظهر لي المعلومات دي، كل المعلومات دي تقدر تدخلها، يعني تقدر تدخل الباركود، تكتب الباركود اللي انت عايزه، وممكن تربطه ببارامتر معين زي ما انت حابب، الاريا، اللينس، الباب ده تبع اني سبيس، مهم جدا جدا ان تعرف السبيس اللي موجود فيها الدور ده. طيب بعد كده تيجي هنا على الاداه ديت وتقول له انا عايز اعمل سيت اب بروجكت، تمام، وتبدا تدخل المعلومات. احنا مركزين على موضوع المابينج، فانا بتدخل اليونت اللي انت عايزها، بتيجي هنا سبيس ولا كده، بتيجي هنا بقى التايب نفسه، تبدا تشوف التايب هنا، الكومبوننت، السيستمز، بدينا ندخل حاجات. طيب انا بالنسبه لي الريفت ايلمنت اي دي ولا الجي يو اي دي ولا المابنج برامتر، زي ما انت حابب. انا هنا اشتغل بالمابنج برامتر. الريفت ايلمنت اي دي اللي هو لما بتمسك العنصر بتلاقي رقم معين كده بنعمل بيه سيلكت والحاجات دي. بعد كده بتقول سيف اند كلوز ان احنا هنشتغل بالمابنج برامتر. تمام. طيب بعد كده بقول له انا عايز اعمل كرييت سبريد شيت، وبتبدا تختار الحاجات اللي انت هتصدرها وتقول له كرييت سبريد شيت، فبيبدا يعمل لك الشيت بالشكل دوت، وبتلاقي كل عنصر بتحدد بيه الرقم المعين اللي احنا هنشتغل عليه، بحيث ان انا لو بدور على عنصر اقدر بعرف هو موجود في انهي زون، موجود في انهي تايب، موجود في انهي سبيس وهكذا.